يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تأخرت دورتها لمدة 3 أشهر، وعندما جاءت الدورة كانت منقطعة. نعم. يقول امرأة تأخرت دورتها لمدة 3 أشهر، وعندما جاءت الدورة كانت متقطعة حوالي مرتين في اليوم، والدم عبارة عن دم حيض، وبمراجعة الطبيب المختص ذكر بأنه لا يوجد حمل. وسؤالها تقول ما زال الدم مستمرا وله 3 أيام، فكيف تكون صلاتها؟ إذا كان لها عادة قبل تغير الدم، إذا كان لها عادة فإنها تجلس أيام العادة ثم تصلي ما زاد عنها، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تجلس 6 أيام و7 أيام، غالب الحيض بالنسبة للنساء تجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تصلي. نعم.